مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيدي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بمدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشاهدوا معي مشاهدينا، اشغال الترامواي اللي مازال ما سالاتش واللي مازال كترهق البيضاويين والمواطنين هنايا بوسط المدينة. مازال مواصلين معكم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما قلت، أشغال ترامواي وسط المدينة ترهق المواطنين البيضاويين، وكيف ما كتشوفوا الطوموبيلات عفوا الكبوسين ما كيقدروش يدوزوا من هنا، وهذا الشيء راه كيسبب إزعاج الساكنة وماشي غير في وسط المدينة، راه في أي منطقة هنا في كازا أشغال ترامواي كدير واحد العرقلة بالنسبة للناس اللي كيكونوا دايزين. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، مازال مواصلين معكم هذا البث المباشر مدينة الدار البيضاء وسط المدينة. وكيف ما قلت، أشغال الترامواي ترهق المواطنين البيضاويين هنايا، الطريق محبوسة. العملية ديال الحفر مازال مستمرة من أجل أشغال الترامواي، ولكن للأسف الساكنة هنايا بطبيعة الحال طالعة لها الدم، لأنه او كتسبب ازعاج الساكنه اللي هنايا، لانه كاين صداع ديال الالات، الطرق محبوسه، الناس ما كيلقاوش مناش يدوزوا. فكنتمنى تكون التفاته مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي. وصلنا الى نهاية البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.